انا زي ما انتوا عارفين على القناه بتاعتي بعمل حلقات للاجهزه اللي هي ضعيفه شويه، يعني في ساعات بتلاقوني بعمل جيم بلاي لالعاب اللي هي ما بتحتاجش الاجهزه العاليه، اللي هي ممكن تشتغل على الانتل مثلا بتاع البرد. اللي تشوف ايه ده كل اللي في الضغط مفيش فايدة في حكاية العدسة دي، دايما بنسى. ورجعت لكم تاني من جديد، وانا لبست شورت انفيديا، وزي ما انتم شايفين دلوقتي الفيديو بقى سرعته عاليه جدا، الفيديو شغال دلوقتي ب 60 فريم، كل ده عشان انا لابس تيشيرت انفيديا. واضح ان التيشيرت بيأثر عليا انا شخصيا. ناس تسالني يا فادي انت عامل شورت الانتل ده ليه؟ ببساطة عشان أنا على القناة بتاعتي بعمل حلقات خاصة بالأجهزة اللي هي الضعيفة شوية، اللي هو بعمل جيم بلايز للألعاب اللي مش بتحتاج مواصفات عالية عشان تشتغل، زي مثلا مثلا هي الإنتل بتاع البرادل اتش 61 والإنتل بتاع 4000 بتاع اللابات. ومش معنى إن أنا جبت الـ 1080 تي أي إن أنا هنسى الناس اللي اجهزتها كده، لا ابدا، انا مستمر برضو رغم ان انا جبت كارت العالي ده. الالعاب اللي هلعبها مش كلها هتبقى اللي هي الالعاب العاليه، هعمل برضو حلقات للناس ديت. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، كون ان انت عندك حاليا جهاز ضعيف شويه مثلا انتل او مثلا او كارت مثلا دي اكس 10 ما هوش يشغل الالعاب الحديثه او كارت ضعيف، ده ما يعجبكش في حاجه، لان دي كلها بتبقى مرحله مؤقته في حياه الانسان. بمعنى انا اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا هل انا بدات بكده مره واحده؟ لا، ما انا وريتكم اهو من ضمن البدايات بتاعتي. كان اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنعمل انبوكسنج للوحش جيجا بايت جي تي اكس اورس. لا مش كده، في ده اول معلش اوف، لا الكاميرا هتطفي والله خربتها. اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنعمل انبوكسنج للوحش جيجا بايت اورز جي تي اكس 1080 تي اي اكستريم اديشن. Give me a fit.